موكلي ما فيش عليه اي شبهه، عشان كده يا ريت ناخد امضتك على طلب الافراج السريع عنه. اقفل التحقيق عقب ما تقدم، وكررنا الاتي: اخلاء سبيل ابراهيم كراكيبو اذا لم يكن على ذمه قضايا اخرى، واستدعاء المدعو طارق الكاشف لسرايا النيابه. وشيما خد براءه تركيله من شغلتي. هو ده اللي انا جاي عشان اسمعه. البجاحه، القلب الميت اللي ما بيحسش، قلبي هموته واي حد هيقف في طريقي هيدوس عليه. انا مش عارفه اعيط عليها ولا ده عليها ولا ده يلعب الرحمه. روح اسرح وراه، كملوا المشوار مع بعض، يمكن ربنا ياخدكم انتوا الاتنين سوا. ما صبح انا عارف انك مش هتسلفني عشان فلوس القمار، وانا مش جاي استلف منك يا عم، انا جاي بقى لك نصيبي. طمنه يا عم واديني فلوسي. يا شربيني ده انا عينيا ليك، انا موافق ما عنديش اعتراض. انا ديوني كترت قوي عند شربل، والموضوع دخل في الجد، ولو ما رجعتوش الفلوس دلوقتي هيأذيني. سيبوني طبعا هعرف اتكلم معاه. حبيبي يا بينا. ملعون ابو الفلوس اللي تيجي من ورا كل ده. تحقيقات وقتل وقضيه، واحده تموت وطارق يتحبس. ليه؟ انت ايه يا اخي؟ قدرها. انا كبرتك وربيتك وقفتك على رجلك وخليتك بني ادم. اللي خدتيه من الملجا هو ما تمش 5 سنين عشان ينظف مطرح الكلاب، ولما يعمل غلط يتحبس معاهم، دلوقتي بقى بني ادم يا شايره. بس انت عمرك ما حسستني ان حبستك مع الكلاب دي كان عقاب. عشان حبستي مع الكلاب ارحم من عشرتك. امشي يا طارق، انا مش عايزه اشوفك. تعرف اني بحبك اكتر من اي حاجه في الدنيا. انا عايزك بس تعمل اي حاجه تطمني ليك، احس بالامان معاك. انا هبقى جوزك. عشان تبقى جوزي لازم تنفذ لي طلب. انا عايزه العقود معايا. انا كنت فاكراكي اجدع من كده، كنت فاكراكي بعد اللي عمله طارق في الالهام هتقفيله، بس انت رجعتيله. تحاولي تقنعي نفسك ان الدور مش عليكي في الاذيه. انا اسفه، أنا السبب في كل اللي أنت فيه ده. أنا اللي ساعدتك تمشي في الطريق ده. أهلا. إيه جاهزة؟ يلا بس أدخل الأول شوية. مش هنخرج؟ هنخرج طبعاً. يلا، أنا فارقة معايا. المهم اني قاعد معاكي، هكون مبسوط. طب ما تيجي نتعشى هنا النهارده، ايه رايك؟ لا انا حجزت بمكان لذيذ قوي هيعجبك. طب ما تقولي لي كلمه حلوه كده تفرحيني. بسبوسه. انت مش رومانسيه قوي على فكره. لا بالعكس، ده انا رومانسيه جدا، هو بس مش باين عليا. بس انا محتاجه شويه وقت كده علشان اثق فيك، يعني اديني كده 15 سنه وابدا ابقى كويسه معاك. ايه؟ ايوه انا شفت منك بلاوي، انت بتهزر. لا لا لا، انا مش هستنى السنين دي كلها. بعدين انا واثق انك خلال كام يوم هتحبيني اكتر ما انا بحبك. ايه الثقه المرعبه دي؟ طب ما فيش حاجه بقى تخليني اثق فيك؟ انت مش قلت ان انت عامل لي مفاجاه؟ جبت الذهب ايه؟ اتفضلي. ايه ده؟ اكون قنبله، انا عارفه. عقد الجواز. جواز ايه يا صبحي؟ ما تهزرش. يا رب. اوعى اكون مزور. مزور؟ عيب عليك؟ لا مش مزور، انا تربيتك. بشم ريحة التزوير. هطلع اجيب شنطتي وانزل لك على طول. يلا ما تأخريش. تشرب ايه؟ ها؟ قصب.
كمان جبت لك هديه. اتفضل يا سيدي. ايه دي يا حبيبتي؟ دي بقى اللي بسببها مش هتقدر تعمل لي اي حاجه خالص. طبعا انت مجرم يعني خطير. فقلت أأمن نفسي كده من زمان يعني. دي بقى يا سيدي في العشاية عليها كل فضايحك ومصايبك السودة المنيلة بستين نيلة فوق دماغك. يعني تسجيلات صوتك وانت بتشرح لنا النصب انا واخويا شربيني لهبل. المستندات المزورة والحاجات اللي كنت بتخلينا نروح ننصب بيها. يعني لميت لك لمة حلوة كده وما سبتش. انت كده بتلعبي بالنار يا دهب. لا خالص. النار دي هتحرقك انت يا صبحي مش هتحرقنا. تحرق مين يا بنت؟ انت صدقتي نفسك؟ ده انا طربق الدنيا فوق دماغي. ايدي ايدي يا صبحي. اوه يا بنت اصحي قبل ما تندمي. على فكره انا مش هنا لوحدي. وبعدين انا عامله لك مفاجاه مستنياك لسه المفاجات ما خلصتش. اوعى ايدي. جايه هنا تعملي ايه؟ امشي جري روح البيت. انت بتعمل هنا ايه؟ ومالك انت؟ امشي اطلعي بره خد العيال استني جنب العربيه. يلا. معلش يا مدام انا كان نفسي تيجي في ظروف احسن من كده. ايه ده؟ ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هو انت اتجننتي ولا ايه؟ انا مش مصدق اللي بيحصل ده. بص وحياة ربنا لو جيت جنبي شربيني مستني خمس دقايق لو ما كلمتوش دلوقتي طمنتوا عليا يجيب البوليس ويجي. خسارة يا دهب. خسارة كل حاجة عملتها لك. خسارة كل قرش دفعته عليكي من جيبي. خسارة كل الحب اللي أنا حبيته لك. أنت لو عارف أنا حبيتك قد إيه ما كنتش فكرت اللحظة إنك تغدري بيا. أنت ما تعرفش تحب حد يا صبحي. ولو كنت بتعرف تحب كنت حبيت مراتك ومولادك. انا كمان ما بحبكش ولا عمري حبيتك ولا اقدر احبك. انا ما حبيتش في حياتي غير واحد بس وهو راح مني واللي بقي لي منه ابنه. سيبني بقى رب ابني ومالكش دعوه بيا خالص. انت دمرتي نفسك يا ده. انا هفرمك. نهايتك انت اللي كتبتيها بايدك وانا اللي هنفذها بنفسي عشان الزعل على قد الغلاوه. انت مش عارفه غلاوتك عندي قد ايه. مش هسيبك. هودي العيال وارجع لك. خدي دي بالليها وشوفي دي ده. سلام يا تنك. الو ايه يا دهب خير في مصيبه تاني ولا ايه؟ الحمد لله كويسين. الله يخليك يا دهب سيبيني في حالي. صفاء وجمال ايه اللي انت عايزاهم؟ انا والعيال نجيلك؟ يا بنتي انا مش فاهمه حاجه. حاضر حاضر هجيبهم اجيلك. حاضر مع السلامة. يا ترى في ايه تاني هيحصل فينا؟ هي قالت لي ان ضحكت حضرتك زي ما هي. يعلم الله يا استاذ انا كنت مستني حضرتك لما تقوم بالسلامة وما رضتش اجرها. هي لغت العقد؟
ايوه لغت العقد، ولو حضرتك حبيت يعني انك تأجر انا تحت امرك مفيش مانع. لا متشكر يا عم سعد، انا هاخد حاجتي وامشي. ماشي تحت امر حضرتك، اي خدمه؟ لا متشكر. حاضر. مساء الخير. مساء الخير. حضرتك ده خالد ابو طالب؟ ايوه انا ده ابو طالب. في اعلان يا فندم لحضرتك. اعلان ايه؟ اعلان طلع يا فندم. ممكن حضرتك تمضي هنا من فضلك؟ ازيك يا إلهام، عاملة إيه؟ وحشتيني والله. وإزاي الولاد؟ جمال وصفاء، أخبارهم إيه؟ طمنيني عليك. أنا جايباكي عشان أقولك إن أنت مش هتشوفي تعب تاني ومش هتزعلي في حياتك تاني، بس من فضلك يا إلهام خلي بالك من نفسك بعد كده، وما تسمعيش كلام أي حد، وأوعي حد يقولك بحبك تصدقيه. الحب مش كلام يا إلهام، وياريت لو ما تأمنيش لحد. اديكي شفتي اللي حصل لك. ما عادش يفرق حاجة من اللي بتقوليه ده، دهب خالص. كله بقى محصل بعضه. خير؟ كنت عاوزاني فيه؟ دي العقود بتاعت الفيلا. بيتك. دي العقود اللي ما بين طارق وشربيني وما بين شربيني وطارق. دي العقود اللي تثبت إن الفيلا دي بتاعتك. حافظي على بيتك يا إلهام. وأوعي تفرطي فيه تاني. ودي أقل حاجة أعملها علشانك، يعني اعتبريها تكفير عن ذنب ما عملتوش بس اتورطت فيه. خلي بالك من نفسك ومن الولاد، وادعي لنا دعوة حلوة بقى كده يا ست الكل. دهب انت بتتكلمي بجد؟ انت عملتي ايه علشان يحصل ده؟ بجد مش قادرة أصدق. مبروك يا إلهام. كتر خيرك. أنا كنت واثق ومتأكد يا إلهام، وما عنديش ذرة شك إن الحق هيرجع لي. بصراحة أنا كنت شاكة، لدرجة إن الدنيا كلها كانت بتسود في عينيا. الحمد لله إن الحق رجع لأصحابه. أنا دلوقتي مش باصة للحق اللي رجع ولا الخسارة اللي خسرتها، أنا عادل باصة للعيال دول.
وبحاول ان انقذهم من المستقبل اللي مستنيهم. صدقيني وجودك معاهم وتربيتك ليهم هو ده المستقبل بالظبط. الحمد لله ان ربنا عوضك بالاولاد دول، وفي نفس الوقت عوض الاولاد دول بيكي. ايوه عندك حق، ربنا كريم، بس برضو اللي عملته مش سهل. هيفضل وصمة عار في حياتنا وكلنا هندفع ثمنه. ليه وصمة عار؟ كل اللي حصل ده قضاء ربنا وقدره، لازم نرضى بيه. ايوه بس لما يكبروا يعرفوا امهم عملت ايه هيكملوا حياتهم ازاي. مش بعيد ان هما كمان يلومون ويقولون ان انت السبب. انا ساعتها مش عارفه اعمل ايه، هبقى خايفه قوي يا عادل، مش هتحمل الشيله لوحدي. الهام اولا انت مش لوحدك، ثانيا انا مش عايزك تحملي نفسك اكتر من طاقتها. لازم تتحرري من الخوف اللي جواك ده. احساس الخوف اللي مسيطر عليك ده مش هيخليك ان انت تغيري اي حاجه من اللي مكتوب، وفي نفس الوقت مش هتقدري انك تاخدي اي خطوه لقدام. بس انا كل اختياراتي كانت غلط، كل اختياراتي. انا طمعت في حاجات ما كانتش من حقي ان انا اطمع فيها، بس دفعت ثمنها عادي يعني. بس كل اللي بفكر فيه دلوقتي اني ان انا ازاي طلعت بالغباء ده. ازاي؟ تتخيلي عادل بعد العمر ده كله اكتشف ان انا كنت طفله او عيله عبيطه مش فاهمه اي حاجه من الحياه ولا شايفه الحياه صح ولا فاهمها. تخيل محدش فاهم الحياه صح. اللي انا وانا انت فاهمين الحياه حتى اللي نصبوا عليكي ما كانوش فاهمين الحياه صح. بالعكس هم قعدوا يتكتكوا وينفذوا وفي الاخر بقى مصيرهم ايه؟ بيدفعوا الثمن دلوقتي. عندك حق. الهم فهم الدنيا مش قايم على النصب والاحتيال والفهلوه. بالعكس فهم الدنيا الحقيقي قايم على حاجه واحده بس، الحب. العلاقات بين البشر لازم يكون اساسها الحب مش الصراع اللي احنا شايفينه. فكره الاخذ والعطاء لازم تكون قايمه على الحب. الإنسانية كلها الغرض من وجودنا فيها هو الحب. عشان كده لازم نعيش حياتنا كويس قوي ونرضى بقضاء ربنا ونشيل الخوف من جوانا. أنا عايزك تعيش حياتك وتسيبيها على الله. ونعم بالله. أنا لازم أمشي. هتروح فين؟ ايه؟ مش هتقولي زي كل مره لو عاوزتي حاجه بكلميني وانا موجود مش تبقي لوحدك؟ وبعدين مش هتقعد تطلب مني الطلبات اللي كنت بتطلبها؟ ايه رايك وفكري و... مش هتعمل كده ولا بقى في حد في حياتك تاني ولا ايه؟ لا بص بص يا عادل، انا المره دي اللي هقول لك بقى. انا فكرت في كل كلمه قلتها لي من اول يوم شفتك فيه. فكرت كويس قوي وهقول لك قراري دلوقتي. كده ابقى انا جده كده هتاكل بقى الحاجات المعلبات دي في الاول ولا ايه؟ عشان ما اعرفش الاطفال بي
هترضع من مامتها الاول. اوكي ايوه صح صح صح. وبعد كده بتخش على مرحله ال... ايوه ايوه صح الدونه. طب احنا قررنا نسميها ايه؟ انا شايف ايه تسميها سميها بلاش الاسامي اللي هي ريتاج مش عارف ايه. ايه الاسماء دي؟ عيب كده. ازاي مش عارف ازاي تهيأ لك ان احنا نفكر في كده؟ بلاش الحاجات الغريبه دي. سميها عادي، ليلى، مريم، نهى. ماله النهى ده اسم؟ صفية. نهى قديم شويه. لا مش قديم. نهى مريم مثلا، الحاجات دي اللي اختفت من اختفت من مجتمعنا. مريم ايه اللي اختفت؟ ده كل العيال اسمهم مريم. انت مش عارف يعني عايزين نلاقي اسم بس. انت تصادف انك ما صاحبتش بس واحده اسمها مريم. بس كنت هصاحب واحده. المريمات كتير قوي. المريمات والسلمات على فكره. شفت السلمات والمرات؟ سلمى ومريم. السلمات والمرات. ليلى. ليلى. ليلى ممكن. ليلى ممكن. ليلى ها ايه رايك؟ مبروك، كان شبهك قوي. حلو ماشي. تحبي تشربي حاجة؟ ولا حاجة. شو. عندنا كل حاجة هنا. طيب طمنيني عليكي، بتعملي إيه دلوقتي؟ رجعت للموديلينج وخدت استوديو جديد. حلو ده، حلو. فين الاستوديو؟ معادي. معادي. أوكي. طب تمارا انت ما قلتليش رايك. يا ابني ما انا قلت لك رايي، المكان شبهك قوي. لا لا مش في المكتب. فيا كفلات ميت. عمرك ما قلتيلي رايك يعني في فرشه ملايتي عامله ازاي؟ يعني شفتي نفسك وما قلتيش. شفت. شفتي؟ شفت. شفتيني بغسل المواعين عامله ازاي؟ كل حاجه بتطلع نظيفه ازاي؟ بعمل بقى مانجا بالسكر، خليهم هنا يطلبوها. انت بتتريق على العصير بتاعي؟ لا خالص. بتتريق؟ مانجا بالسكر حلو قوي. سكر زيادة شوية بس. بس أنا طورت أصلا في إمكانياتي كفلات ميت. بقيت بعمل حاجات أكتر. إيه؟ بقيت بمشي في البيت كده يوم الجمعة، أي حاجة ممكن أصلحها، حاجة في المطبخ، حاجة في الحمام، حاجة. بقى عندي فضول يعني. بيبقى شكلي حلو وأنا بعمل يعني. فعلا؟ أصلح حاجات. أه طبعاً. أنت بتشوف نفسك؟ بفيد نفسي وبفيد اللي حواليا، فاهمة؟ يعني مش أناني خالص. يعني لو بتفكري في فلات ميت فكري فيا. هتفكري؟